موجز لأهم الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. الفصائل العسكرية تستهدف بقذائف المدفعية والصواريخ مواقع قوات النظام في قرية عاجل وجمعية الأمين والفوجي 46 بريف حلب الغربي. عضو الائتلاف الوطني السوري هيثم الشهابي يقول إن نظام الأسد يمارس جريمة حرب بحق سكان مدينة الباب شرقي حلب التي يسكن فيها أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك من خلال قطع المياه عنهم. اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة الجرانيج بريف دير الزور الشرقي، وأنباء عن وقوع عدة جرحى. قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال 226 شخصا بينهم 36 امرأة في مخيم الهول شرقي الحسكة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة خلال 24 يوما ضمن حملتها الأمنية في المخيم. وفاة 4 أشخاص جراء اصطدام سيارتين سياحيتين على طريق دمشق بيروت بالقرب من منطقة الصبورة. المجلس الإسلامي السوري يصدر بياناً حول مضي حركة حماس بإعادة علاقتها مع نظام الأسد، محملاً إياها مسؤولية مساندة المشروع الذي يعادي شعوب المنطقة.